مساء الخير عليكم، اسمي شادي سعيد، عندي 25 سنة. تجربتي النهاردة ابتدت لما في يوم قررت انا واصحابي او انا والشلة زي ما بيقولوا نروح منطقة زي جبل كده محدش بيقدر يروح فيها. المكان او الجبل ده بيقولوا مسكون بالاشباح والارواح وكلام كده، انا ما صدقتوش وما دخلش عقلي باي كلمة. فانا من عادتي كشادي بحب المغامرات دي اللي حب اجربها والاماكن الغريبة دي، يمكن اسافر اي حتة على مستوى العالم عشان اشوف الاماكن دي واكتشف ما وراء الطبيعة. ومش هنخش في كلام كتير عشان ده مش المهم اللي حصل، على قد اللي حصل لما رحنا في الليلة دي في المكان المهجور. انا فاكر اليوم بالشهر بالسنة بالميلادية، كان يوم 10 في شهر 3 في السنة الميلادية. كنت قاعد انا وصاحب نور بنحضر الشنط بتاعتنا منتظرين من الاسبوع اللي فات قبل ما نقرر نروح الجبل. وقتها كنا قاعدين في الاوضة بنحضر الشنطة انا ونور، ونور بيشرب السيجارة في البلكونة عشان ريحة الاوضة من الدخان وكده، والحظه اللي امي ما كانتش موجودة عشان لو مسكته وهو بيشرب السجاير كانت عملت مشكلة. ولكن مش هي دي القصة ولا القضية في الموضوع او المشكلة. المشكلة في لحظة لما لقيت السجارة اترمت من البلكونة للأوضة جوه، وقتها جريت على السجادة على طول قبل ما تولع فينا كلنا. وبعدها اتعصبت على نور وقلت له ايه يا عم نور، انت هتولع فينا ولا ايه يا عم؟ ما تحاسب قبل ما ترمي ولا شوف هترمي السجارة بتاعتك فين. مش كفاية ان انا سيبك بتشرب سجاير براحتك، بس مش للدرجة دي اللي انت تولع فينا يعني. وقتها لقيته مردش عليا، فقلت يمكن حدفها ومن غير قصده يعني ما خدش باله اللي هو بيهدف السجارة، بس هو معقول يعمل كده في بيوت الناس؟ المشكلة بعد 5 دقايق بالظبط لقيت سيجارة تانية اتحدفت في الأوضة، بس المرة دي كان فيها حاجة غريبة. السيجارة كانت لسه سليمة يعني ما اتخدش منها نفس واحد، وكانت مولعة برضه. سحبت جزء من ستارة البلكونة كده ومسكت السيجارة حطيتها رميتها في قفا نور، وانا بزعق عليه وانت فاكر ايه يا عم، ايه الهزار ده يا اخي، وحد بيرمي السيجارة في بيوت الناس كده؟ لقيته قام اتنفض من مكانه بسبب لسعة السيجارة وهو بيتألم من اللسعة بتاعتها. لقيته بيقول ايه اللي انت عملته ده، وسجاير ايه اللي انا برميها في قطه، علبه سجاير كامله ايه، مش ناقصه غير السجاره اللي انا بشربها، انت هتستهبل ولا ايه؟ فرديت عليه بقى انا قلت له انت هتستهبل يا نور ولا ايه، هو انا هجيب السجاير منين يعني، هو انا بشرب سجاير اصلا؟ لقيته زعق فيا وقال لي يا عم انت ضيعت ام النفسين اللي انا شربتهم وضيعت دماغي خالص. تعصبت عليه وقتها وقلت له لا عفريت يا عم اللي بيرمي سجاير في الاوضه يا عم. ضحك وقال لي عفريت يلا نمشي، يلا كده كده احنا اتاخرنا يلا. طبعا بعد ما سمعنا صوت التلاكسات بتاع الواد ماهر صاحبنا وهو تحت البيت بالعربية، خدنا بعضنا وخدنا الشنط ونزلنا تحت وسلمنا على بعض وركبنا وتحركنا للمكان الملعون. ممكن اديله لقب بير ابليس، اقول لك ليه، عشان المكان ده كان بير بقاله سنين موجودة في نص الجبل. هتقول ازاي وعرفت ازاي اللي هو البير ده موجود يعني او بير في قلب الجبل؟ هقولك هو مش بير يعني بير مليان مية وكده، دي حفرة كبيرة معمولة على شكل بير، فبكده الناس بدأت تقول عليه بير ابليس. المهم كنا داخلين جنب البير ده في مصنع قديم قلنا هنقعد فيه الفترة دي، والناس كلها كانت بتقول عليه المصنع المسكون او المليان بالاشباح، وده اللي خلانا نيجي ليه النهاردة. اول ما دخلنا المكان ده كان في شبكه عنكبوت كبيره على الحيطه، ومن وسط العنكبوت ده طلع خفاش حرفيا خلانا نرتعش واحنا واقفين. الخفاش ده كان شكله غريب ومختلف، ما شفتوش قبل كده نهائي ولا على النت، تحس اللي كان هياكلنا يعني. عدى الموقف وتملكنا نفسنا من تاني ولقينا حاتم بيقول بهزار ايه يا شباب احنا هنخاف من اولها ولا ايه، اجمدوا كده ده خفاش يعني بس مجتهد شويه. ضحكنا وبدأنا نتمشوا في المصنع اللي كان متهالك تماما، حتى الآلات اللي كانت في المصنع متدمرة تقريبا، مش قصدي متدمرة يعني اللي هي بايظة او كده، قصدي اللي متدمرة يعني كانت متكسرة كأنها في حرب او مخلفات حرب في المصنع. وفي ظل ما احنا بنلف انا وحاتم ونور وزياد لاحظنا وقتها ان ماهر اختفى من وسطنا. المكان بدأنا نتوتر وبدأنا نبص لبعض للتاني نبص لبعض في رعب، وفضلنا ننادوا يا ماهر يا ماهر كتير في المكان لكن مفيش حد رد علينا، كأنه فص ملح وده اختفى يعني تمام. قلقت جامد من الموضوع وقلت لهم بقول لكم ايه، احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي، الموضوع كده ما يطمنش، الواد اختفى في لحظة واحنا كنا لسه هنقف معاه، احنا كده هنتسحب واحد ورا التاني. لقيت حاتم اتعصب عليا وفضل يقول لي وهو بيعيط من الرعب، كنت بطبطب عليه واقول له اهدى اهدى احنا مش هنمشي من هنا غير لما نلاقوا ماهر،
احنا جايين 5 وهنرجع زي ما احنا. لقيت نور قطع كلامه وقال لي 4 يا حاتم، يلا نمشي من هنا عشان ما نبوش 3 ولا نبو 2. فرديت عليه قلت له يعني ايه ما نبوش 3؟ نور اتعصب عليا وقال لي يعني لو ما مشيناش دلوقتي في حد هيتسحب منا وهنمشي الدره مش عارفينه هيبقى على مين. نور ما لحقش يكمل الكلمه الجمله بتاعته الا وحاجه شدته وسط الضلمه اللي احنا كنا فيها. كلنا اتخضينا من اللي حصل وقتها، وكل واحد في حته مختلفه عن التاني. بعدها لقيت نفسي لوحدي في مكان فاضي، انادي واقول يا زياد يا حاتم يا ماهر، مفيش حد راضي يرد. فضلت ماشي على الكشاف بتاعي وبدات اتحرك في المسرح على امل ان انا الاقي باب الخروج من المكان المرعب ده، وانا عمال ادعي ان انا اخرج من هنا او بقول يا رب اكون ده حلم ويكون يخلص على خير ويعدي على خير. وبعدها بثواني معدوده سمعت صوت رفيع، لا هو صوت زي القطه كده، لا 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 زي الديب، مش عارف احدد الصوت ايه بالظبط او مش عارف اميزه صوت حيوان او صوت ايه، بس انا مش عارف ايه الصوت ده. وفجأة من وسط العدم والضلمه اللي انا فيها دي طلع لي حيوان مخيف، مش عارفه ذئب او ديب او دب او هو برضو انسان حاجه زي كده مش عارف، هتحس اللهجين مع بعضه كده. واقف قدامي حاولت اجري او اتحرك ومش قادر اتحرك، تحس ان انا مشلول تماما مش قادر اتحرك من مكاني، جسمي تحس اللي تحول لخشب، ما كنتش قادر اتحرك ولا حتى اتكلم، وحتى الكائن اللي واقف قدامي ده ما كانش بيتكلم او حتى بيتحرك، لغايه ما سمعت صوت جوايا مش قادر احدد مصدره وبيقول لي زمان كنت زيك انسان، بس العوامل كتيره غيرتني بسبب جشع البشر. ومن غير ما احرك شفايف في لقيت نفسي برد عليك اني بتواصل مع مخي، بقول له انا فين؟ انت وديتهم فين؟ ما ردش عليا بحس زي اللي بيقول لي مش هتلاقيهم. وبعدها لقيته غير لهجته بشده كده وقال لي انتوا طردتوني من الحياه وحولتوني الوحش وجردتوني وعديتوني وسبتوني في المنزل الجديد بتاعي فسيبوني في حالي. رديت عليه وانا بقول له، قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا هسيبك تمشي دلوقتي عشان تحذر اللي جاي بعدك او اللي يحاول يخش في حياتي تاني، ما يحاولش يجي هنا تاني لان اديتك فرصه والفرصه ما بتيجيش غير مره واحده. بعدها جسمي اتفك ولقيت الطريق الخروج قدامي، فخرجت اجري طلعت بره المصنع المهجور ده، ومن ساعتها ما هوبتش الناحيه دي نهائي. وبعد سنه من سنه فاتت كده عملنا عزاء لكل واحد من صحابي، زياد وماهر وحاتم ونور، عزا بدفنا بدون بقبر فاضي عشان ده عشان ما لقيناش اي جثه بعد عمليه بحث كتيره في المصنع، ما لقيناش اي جثه لاي حد. بالمناسبه ان المصنع ده كان مصنع سري لعمل تجارب على البشر، وواضح ان التجارب بتاعتهم نجحت. وبكده تكون حلقه النهارده خلصت، ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكل جديد، وشكرا والسلام عليكم.